رأست أمينة الدولة في التربية الوطنية أعمال الجلسة الختامية للملتقى للدخول الدراسي المنظم من قبل المعهد الفني للابتكار بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية. محمد صالح حسين وقراءة آدم حنا في فاصل في صياغ هذا التقرير. في مثل هذه الأجواء الطلابية لمختلف مدارس العاصمة بدأت أعمال الملتقى التي نظمته إدارة المعهد الفني للابتكارات بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة وكذا صندوق الأمم المتحدة للسكان. وخلال الملتقى حيث نوقشت 4 مواضيع هامة كالتعليم الرقمي وصحة الإنجاب وثقافة استكشاف الأعمال والتعليم الغير نظامي. إدارة المعهد المنظمة لهذا الملتقى وعلى لسان مديرها خالد فضل دوتم والذي تحدث عن ثقافة استكشاف الأعمال قال أنها تخلق فرصة للشباب من أجل تزويدهم للبحث عن مشاريع تنموية عبر المشاركة في التوعية والتدريبات. من جانبه كليمباي ديونغوتو وهو أحد المحاضرين في هذا الملتقى قال إن تقوية التعليم الأساسي أنها ترفع من مستوى التعليم بصفة عامة. ممثلة السفير الفرنسي راديا أوجياني قالت أن السفارة الفرنسية تقف دوما مع وزارة التربية الوطنية من أجل تحسين مستوى التعليم الأساسي في البلاد. كما توجت أعمال الملتقى هذا بكلمة أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية بونيو برافلين والتي أشارت في حديثها قالت إن العناية بالتربية والتعليم لهي من أولويات السلطات العليا بالبلاد وذلك من أجل البحث عن نوعية وجودة التعليم. وإن هذا الملتقى هو يهدف إلى تبادل الآراء والأفكار في القطاع التربوي ويشار إلى أن هذا الملتقى قد درس وناقش كافة الموضوعات المتعلقة بالتربية وترقية الشباب من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة. قام رئيس شبكة الصحفيين آدم مانغانا آدم بزيارة لعدد من المدارس بالدائرة الأولى. عباس أبكر مصطفى. بمبادرة من رئيس شبكة الصحفيين التشاديين آدم مانغانا آدم بتعاون مع بلدية الدائرة الأولى حيث قام بزيارة توعوية في مدرستي بيلوت وإبراهيم محمد إتنو بحارة فرشا بالدائرة الأولى وذلك بهدف توعية التلاميذ للتوجه نحو المدارس الرسمية وأن مثل هذه الزيارات التوعوية ستعطي لفتة قوية وترفع من قدر المؤسسات الحكومية بتشاد. من ناحيته رئيس شبكة الصحفيين التشاديين آدم مانغانا آدم طلب من موظفي الدولة في مجال التعليم العمل بالعزم والجدية لرفع من مستوى التلاميذ في المدارس الرسمية. عمدة بلدية الدائرة الأولى محمد إبراهيم سياما أوضح بأن بادرة رئيس شبكة الصحفيين التشاديين آدم مانغانا آدم ووصفه بالهادفة والبناء وذلك لأن حكومة البلاد قد أنفقت وسخرت ميزانيات ضخمة لتحسين التعليم في البلاد. ونذكر بأن زيارة رئيس شبكة الصحفيين التشاديين آدم مانغانا آدم ستشمل كافة دوائر العاصمة أنجمينا وكذا بعض أقاليم البلاد.